كان يا مكان حكاية مستمرة على طول الزمان. يا حماد انت مش بتباصي، هات الكرة يا حماد، مش جاي كرتي. الحكاية حكاية حمادة صاحب الكورة. حمادة لاين تقدم حكاية صاحب الكورة. هذا الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية. حكايتنا عن 8 أصحاب يختلفوا في الطعم ويتفقوا على حب الكورة. شطا كابتن الفريق، عارف طريقه للجون، ولما بيسخن بيولع الملعب. جودة جدع وصاحب صاحبه، فكاك الكرات وروح الفريق. متبولي قلب الدفاع، تتبيلة شخصيته هي سر احترافه. خلة كده صانع ألعاب ما بيأننش. قوطة دلوعة الفريق، لما بيتكسف وشه بيحمر بس قدام جونه عسد في عرينه. فرج مركز الجناح يمين أو شمال ما يفرقش معاه، سرعته حيرت الملايين. ريشة ليبرو الفريق قوي وزي الفحم المولع. ملاح راس حربة حلق ويفهمها وهي طايرة. وفي يوم نهائي الدوري حمادة صاحب الكورة اختفى، وده عشان رفضوا يخلوه كابتن الفريق. حمادة ما جابش الكورة النهاردة النهائي، عملها معانا تاني مش كان عدى انه يجيبها. طب ها هنعمل ايه بقى؟ استغل حمادة ملكيته للكورة وقرر يبوظ عليهم فرحتهم. وفي طريقهم للبيت لفت نظر اللعيبة كوش كلاين، النهاردة كان مختلف عن كل يوم. لاين عامل عرض جوه أكياس لاين، ممكن تلاقي كوبون يكسبك كورة لاين 2014 أو ملايين الأكياس المجانية. اللعيبة اشتروا لاين كتير وبقى معاهم كور كتير كتير، ولعبوا الماتش وكسبوا نهائي الدوري. ومن يوميها انتهت أسطورة حمادة صاحب الكورة، وبقى لاين هو صاحب الكورة.